مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وكالعادة بنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها إلقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكلماته بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية. وقال سيادة الرئيس إن الاحتفال هذا العام يأتي في أعقاب أوقات صعبة مر بها العالم تحت وطأة جائحة كورونا. تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بأن التاريخ يشهد على سجل حافل بالتعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية. نوه الرئيس إلى أن مصر شرفت منذ منتصف القرن الماضي باستضافة المكتب الإقليمي لهذه المنظمة الذي يدعم كافة الأنشطة الصحية. تفاصيل أكثر في سياق كلمة الرئيس السيسي بهذه الذكرى خلونا نتابعها في سياق هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية. إن الاحتفال هذا العام يأتي عقب الأوقات الصعبة التي مرت بالعالم تحت وطأة جائحة كورونا، وهي الأوقات التي أكدت أن الأمن الصحي لن يتحقق أبداً بالعمل الفردي المنعزل، وإنما يتطلب جهداً جماعياً منسقاً. ومن ثم فإننا أدعو قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو اعتبار الاستثمار في الصحة إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولي. إن التاريخ يشهد على سجل حافل من تعاون مصر المثمر مع منظمة الصحة العالمية، حيث شرفت مصر منذ منتصف القرن الماضي باستضافة مقر المكتب الإقليمي للمنظمة الذي يدعم الأنشطة الصحية لما يزيد على 500 مليون مواطن في 22 دولة في شرق المتوسط. كما أود أن أشير إلى التعاون بين مصر والمنظمة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي سي بمصر في إطار مبادرة 100 مليون صحة، التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة في نطاقها الهائل وجودة وسرعة تنفيذها. كما امتدت مظلة خدمات هذه المبادرة الرائدة لتشمل العديد من الدول الإفريقية والأسيوية، تفعيلا من مصر لدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي. إن هذه الجهود وغيرها تمثل نموذجا واضحا على إيماننا العميق بأهمية التضامن الصحي والتزامنا الكامل بتعزيز وحماية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة التي تحقق للإنسانية جمعاء أمنا صحيا مستداما. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده أيضا عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم. خلونا في الأول نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عدد من مشروعات المحاور والطرق في محافظة الجيزة. وأيضا السيد انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية قالت بمناسبة يوم اليتيم أن خير الناس من يصونون اليتامى ويقدمون لهم الحب والرحمة. كمان الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف، ورئيس الوزراء تابع تقرير خاص عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر مارس. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مشروعات المحاور والطرق في محافظة الجيزة، واللي بتشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية وإنشاء أخرى جديدة بإجمالي أطوال يصل ل 200 كيلومتر. وتضمنت جولة الرئيس تفقد أعمال تطوير وتوسعة محور أحمد عرابي اللي بيربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول حوالي 11 كيلومتر وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه. كما تم ربط المحور بالطريق الدائري ومحور الفريق كمال عامر علشان يكون محور بديل لحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو.
امبارح السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية قالت إن خير الناس هم هؤلاء الذين يصونون اليتامى ويقدمون لهم جناح الحب والرحمة والعطف. وأضافت السيدة انتصار السيسي في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في يوم اليتيم: أود أن أؤكد واجبنا جميعاً تجاه أبنائنا وبناتنا من الأيتام وحقهم في الرعاية والحماية الاجتماعية. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده خلال الفترة من 1 ولحد 7 إبريل 2023. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأنشطة اللي قام بيها. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس، وده من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على بذل أقصى جهد ممكن في سبيل إتاحة وتنويع قنوات التواصل مع المواطنين لتلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات وسرعة اتخاذ اللازم بخصوصها، وده بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة مع إعطاء الأولوية لسرعة البت في الشكاوى والطلبات المتعلقة بقطاعات الصحة والرعاية والحماية الاجتماعية وشكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية. دلوقتي نروح مع حضراتكم لجولة في المحافظات المصرية أيضاً، أخبار وموضوعات وأهم الأخبار والأخبار والأحداث اللي حصلت في محافظات الجمهورية أمس، منها محافظة سوهاج اللي هتبدأ تطبيق مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تشتغل بالغاز الطبيعي والانتهاء من زراعة 48300 شجرة مثمرة في نطاق محافظة الشرقية. من محافظة كفر الشيخ معنا عدد من الموضوعات، منها افتتاح 4 مساجد في مجموعة من مراكز المحافظة، ومنها أيضا بدء حصاد موسم البطاطس في شرق العينات والفرافرة في محافظة الوادي الجديد، ومنها أخبار تانية من محافظات تانية هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها أن محافظة سوهاج أعلنت جاهزية الجهات المعنية بالمحافظة لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستبدال السيارات القديمة المتهلكة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز والبنزين معاً، وتخريج السيارات القديمة وتشمل الملاكي والتاكسي والأجرة واللي عدى عليها 20 سنة، وده ضمن الإجراءات اللي بتتخذها الدولة للتحول للعالم الأخضر والارتقاء بمنظومة البيئة. كمان محافظة الشرقية أعلنت الانتهاء من أعمال زراعة عدد 48300 شجرة مثمرة لزيادة المساحات الخضراء في نطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وده تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء في أنحاء الجمهورية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي من ضمنها العمل المناخي لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية. شهدت 4 قرى في مراكز كفر الشيخ وبيلة وقلين وسيدي سالم في محافظة كفر الشيخ افتتاح 4 مساجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم، وده في إطار خطة وزارة الأوقاف اللي بتنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد. شهدت مزارع شرق العوينات والفرافرة في محافظة الوادي الجديد بدء حصاد محصول البطاطس على مساحة 180 ألف فدان، وبيحتل محصول البطاطس مركز هام بين المحاصيل الرئيسية في مصر. نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في محافظة البحيرة قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بشابور مركز كوم حمادة، وتم الكشف خلالها على 1279 مواطن مجاناً من خلال 11 عيادة طبية. محافظة أسيوط أكدت أن المكتبة المتنقلة التابعة لفرع مكتبة مصر العامة في المحافظة بتنفذ فعالياتها من خلال التجول في عدد من الأماكن العامة في القرى والنجوع للوصول لكل أبناء المحافظة لزيادة وعيهم بأهمية القراءة ودورها الفعال في تكوين الشخصية، وده بيجي في إطار خطة المحافظة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي علشان الخدمة المكتبية والتثقيفية توصل لمختلف شرائح المجتمع. كمان استعرضت مديرية ثقافة المنوفية خلال تقرير أسبوعي أبرز الأنشطة الثقافية والفنية اللي قامت بيها الإدارة العامة لثقافة المنوفية خلال الأسبوع الثاني لشهر رمضان الكريم، وتم إقامة 107 نشاط ثقافي في 27 موقع في مختلف أرجاء المحافظة. مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء أطلق حملات التخلص وإزاحة الرمال المتحركة اللي بتعيق حركة السير على مسارات الطرق،
وده في إطار متابعة القطاعات الخدمية خاصة قطاع الطرق لرصد أي ظاهرة ممكن تؤدي لإعاقة الحركة المرورية حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً على المال العام. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل النهاردة أكبر عدد من الرحلات السياحية الأوروبية، والرحلة دي بتعتبر من أكبر الرحلات الأسبوعية بواقع 39 رحلة طيران، وصل عدد ركابها ل 4000 راكب من دول أوروبية مختلفة. 64 فريق في محافظة دمياط شاركوا في الدورة الرمضانية لكرة القدم تحت شعار الرياضة حياة، وده بمناسبة شهر رمضان الكريم واللي بتستعد للتصفيات النهائية خلال الأيام اللي جاية.